بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. المصيبة الثانية هي الشك، يعني مبالغة في الحذر. يجيك نبي عليه السلام من وقت سيدنا إدريس عليه السلام، بعد سيدنا نوح وآل مجد، يجيك نبي كريم صادق أمين وصل في الرسالة لك حتى تكون من الآمنين من عذاب رب العالمين، خاطر تتغضب فيه بشركك وجهلك وسوء أخلاقك، خاصة سوء أخلاقك مع الله، تكذب رسله الكرام عليهم السلام. الشك ذا المبالغ فيه مرض، وعلنا عارف بالإسلام لا مبالغة إلا بحب الله. حاجة أخرى، إحنا أمة وسط، لا مدي دينا ونسلم كل ما عندنا من حلال، ولا نضموها لعنقنا ونخليه حتى زواجنا وولادنا في الحرمان. ما عندناش، احنا أمة وسط، نصوم لا أمة دي جوست ميليو ولا نوتر ديفينيسي دي نو اون دي نوتر دي نو ديفينيسيون. فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم. اذا نقول لكم الشك اللي ما تمنح حد، نجم نفسروه احنا، فما بسيكوباثولوجي دو دوت، انا نجم نفسروه، ربما لي قربك الاولاني، قربك قالك نحبك ومغروم بيك، صح، قبل شيء مغروم بيك، اللي معناش الاسلام. الغرام سي لا باسيون، اور لا باسيون سي ان امور باثولوجيك، وحاله مرضيه يدعي ملالي، عنده محبوب وعنده، وموجود النوع ده بتاع الصوفيه، النوع دي الضاله مش الصوفيه، وما الحقيقه كانوا يبدلوا نسب، كل احنا مؤمنين، احنا اهل الله، اهل القرب من الله، نحيوا كلمه الصوفيه دي، خاطر اذاتهم كثيرا، اساءت لسمعتهم. عاد النوع هذا يقول لك انا مغرم بربي، وهو في مرتبه ليلاه، ما هو كل يغني على ليلاه. انا لما الكلاب اللي يقولوا رحموا في قمه الامه الاسلاميه، وهم ضالين ومضلين، نسال الله السلامه. وكل يغنى على داء ليلى، ليلكم ليلة مشؤومة، لأنكم فسدتوا علاقتكم بالمولى مالك الأيام والليالي والدهور والسماوات والأراضين، والسلام على من أراد أن يكون من أهل السلام.